ولاد بيطام ببلدة لمسام غرب ولاية باتنا منطقة لم يسلم فلاحوها من موجة الخسائر التي لحقت بعديد الفلاحين بعد تساقط البراد الذي تسبب في إتلاف الأشجار المثمرة. شي نسكن دادي تمولاح يسيدو كرا يزرزان كلش امشماش تفاح زيتون كلش المهم ريحت ما يجي ولا مقران غمزة لا مقران المهم دي تقريبا واحد 3 سنتيمتر غربة يطول يطول واحد ربع ساعة تيتشاف العير راح القمح راح الشجرة راحت بهي بالغلة تاعها كي الرمان كي المشماش كي العنب المهم كي التفاح الشجرة ما بقاتش وانتم تعولوا غير على احنا لا هو لا يعني القسم على ربي على كل حال القسم تاعنا في الشجرة هذه راحت قرابة 10,000 شجرة مثمرة في هذه المنطقة كان مصيرها التلف وهي التي تعد مصدر رزق رئيسي لمئات العائلات. والفلاح احنا في المشتى هذه السماء يعتمد على ربيع والشجرة هذه. هاك جيت هاك شفت بعينك حنا دروك النداء نتاعنا للسلطات المحليه والدوله والجهات المعنيه كانش ما تعوض للفلاح من هذا من هذه الكارثه الطبيعيه. نشنين ما عندنا لا دخل لا لوزين لا لا لا, لا, لا المحجاره لا والو نشنين نترعى ربي راح نشجر الفلاح حتى ناس قوسات مكسان كل شي روح اش كترعى شوف بعينك ثابر حقوق الرمان زرت كل شي روح. زيارة ميدانية من المصالح الفلاحية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بهم هو فقط ما يطالب به هؤلاء إضافة إلى قليل من الدعم لنشاطهم.